الحقيقه من اول يوم دخلنا فيه كان الامور كانت واضحه بالنسبه لافريقيا والدوري ان احنا طموحنا عالي جدا في افريقيا، فكره المجموعات فقط لا غير ما بقتش الطموح، عايزين نوصل لابعد حاجه. عندنا الفرقه وعندنا الامكانيات، الراجل رئيس النادي عامل كل اللي يقدر عليه، ما حدش متاخر له اي حاجه، اللعيبه بتبذل جهد غير طبيعي، كان عندنا شويه اصابات الحمد لله، فاضل بس جانسون دلوقتي هو اللي بره، الباقي كله في الملعب، فداخلين بروح كويسه جدا وان شاء الله تبقى بدايه موفقه، لان البدايه مهمه جدا وهتسهل علينا حاجات كتيره بعد كده وهتشيل علينا الضغط في المباريات اللي جايه، خاصه ان احنا معانا فرق محترمه جدا في المجموعه. طبعا مشاركات دي بتاعه المدير الفني، ولكن اقدر اقول لك ان الحمد لله احمد في الملعب بقاله فتره راجع، فاعتقد ان شاء الله يكون له دور في المباراه. طبعا لو المدرب شايف ان ده واحمد من اللعيبه المهمه جدا، بس هي فكره ان اللعيب انا من الناس اللي مقتنعه جدا ان الفكره اللي بتتبنى على لعيب واحد، افرض اللعيب حصل له اي حاجه، فبالتالي لا احنا عندنا الفرقه كلها، جاء فتره عمر كان بره ماتش وماتشين اصابه، احمد كان بره في لعيبه ثانيه بتشيل، فالحمد لله المجموعه عندنا كلها نقدر نعتمد عليها، ففي تفاؤل ايا كان مين اللي في الملعب برجاله، ومتفائلين تماما بالماتش ان شاء الله. يعني طموحنا بالنسبه لنا واحد، سواء في الدوري المراكز الاولى سواء في افريقيا، عايزين نوصل لابعد الحدود. الدوري مجموعات بالنسبه لنا مش طموح، واحنا الامور واضحه في اوضه اللبس وواضحه للعيبه تماما ان احنا عايزين نوصل، يعني عندنا امل نوصل نهائي، وما تعرفش ممكن يحصل اي حاجه. احنا عندنا قناعه تامه مره ثانيه ان عندنا الامكانيات توصلنا النهائي، فرق المجموعه في متناول، لكن فرق محترمه جدا سواء اتحاد العاصمه او الفريق الليبي، طبعا عندنا فريق محترم جدا اتفرجنا له على حاجات كتير جدا. سوبر سبور اللي احنا هنلعبه بكره ثاني الدوري بعد سان داونز بفرق نقطه واحده، ففرقه مش سهله، الناس كلها بتتكلم على سان داونز، الفرقه اللي احنا لعيبه بكره طالع منها 6 لعيبه سان داونز السنه اللي فاتت، فبالتالي لا يعني فرقه محترمه جدا، واللعيبه عارفه ان احنا لازم تكون عند المسؤوليه، احنا مش نازلين نهزر. فمره ثانيه يعني احنا متفائلين جدا وان شاء الله نقابلكم في النهائي يا رب. بس عايز اقول لك على حاجه، عروض اللعيبه واللي بيتقال في الاعلام فهو في الاعلام، احنا النهارده في شهر 11، محدش بيبيع وبيشتري في شهر 11، ممنوع تماما في اوضه اللبس او حد يجي لي يتكلم، ما في كل اللي انت بتقراه في الاعلام ملوش اي علاقه بالواقع، الواقع اللي انت شايفه في الملعب. لعيب الكوره بالنسبه لنا حاجتين، استقرار مادي واستقرار نفسي. استقرار مادي رئيس النادي قايم بيه، استقرار نفسي انا والكابتن علاء والمجموعه اللي شغاله بتحاول تعمله ان احنا بنحل مشاكل على قد ما نقدر، كل حاجه لها وقتها. لما يجي شهر واحد ويتفتح ويندو بتاع الترانسفير ساعتها نقدر نتكلم. دلوقتي اللعيبه كل اي حد جالي اي حد اتكلم في اي حاجه مقفوله، فبالتالي اللعيبه وصل لها رساله واضحه، احنا عندنا 4 ماتشات صعبين جدا، عندك جنوب افريقيا، بعد كده الزمالك يوم 29، بعد كده ليبيا، بعد كده طالعين السوبر اتحاد العاصمه، تمام؟ فما فيش وقت تفكر في حاجه، لما يجي شهر واحد نتكلم في الصفقات. اولا طبعا مباراه مهمه جدا، بدايه دوري مجموعات، مباراه مش سهله خالص، فريق قوي جدا سوبر سبورت، فريق قوي، واستعدادنا الحمد لله كله، يعني كل الجهاز باللعيبه بكل الموديفيشن كلها، ان شاء الله عايزين بدايه كويسه، بدايه مطمئنه جدا جدا، وطموحنا ان احنا نعدي ان شاء الله المجموعات دي اول تاني ان شاء الله، ده طموحنا ان احنا نعدي الاول الدوري المجموعات ده. هي مجموعه صعبه على فكره، مجموعه مش سهله بالمره، لكن الحمد لله انت فريق قوي، فريق كل حاجه الحمد لله موجوده فيه، من جهاز فني للعيبه كل حاجه الحمد لله تمام، تركيزنا عالي جدا جدا، والاحسن حاجه ان الحمد لله النهارده الفريق يعني تقريبا كامل، بقالنا فتره كبيره قوي الفريق بتاعنا مش كامل، في اصابات كتير، لكن الحمد لله انا شايفه النهارده الفريق كله كامل، ودي حاجه كويسه مريحه مستر ريكاردو اساسا، فبتمنى ان شاء الله التوفيق يبقى معانا بكره وبدايه قويه، واللي انا متاكد منه ان اللعيبه بكره تعمل بدايه قويه جدا، لان واضح من تركيزهم من التمارين، من هم عايزين يعملوا حاجه ان شاء الله، اولا للنادي مودر فيوتشر ونفسهم ان شاء الله. الكلام كله على البدايه بكره، هم اللعيبه كلها والجهاز الفني بيتكلموا على بدايه بكره واستعدادنا لبكره ان شاء الله، وعايزين بدايه ان شاء الله موفقه تبقى مكسب ان شاء الله، هديك دفعه قويه جدا في المجموعه نفسها. هو ده كان كل الكلام، وكله كلام حماسي قوي، وكله كلام تركيز كويس قوي ان شاء الله على بدايتنا بكره، تبقى بدايه موفقه ان شاء الله. حته المشاركه دي مع مستر ريكاردو اكيد، لكن كلها موجوده الحمد لله، كله موجود الحمد لله، يعني كان احمد عاطف كان بعيد شويه وبدا يرجع، وده مهم جدا من اللعيبه الهداف عندنا، الهدافين عندنا طبعا، موجود مروان، موجود عمر سعيد، كان عمر بعد ما رجع من المنتخب الحمد لله، كله اللي انا مريحني اللعيبه كلها سليمه، حتى اللي كان في المنتخب ورجع والناس كانت مصابه ورجعت، فالتوقيت نفسه بتاع المباراه بالنسبه لنا انا بالنسبه لي الحمد لله كله تمام. الوحيد اللي بره فرقتي وبتمنى رجوعه ان شاء الله عشان ده من عصر سيء جدا، اللي هو جونسون، وان شاء الله يبقى موجود معانا يعني، بس بعد ماتش ليبيا ان شاء الله.